نسيمة صيفي من مواليد ميلا 1988، رياضية ذوي احتياجات خاصة، فئة F57، بطلة عالمية 4 مرات وبطلة بارالمبية 2. Discus F57, Nasima Saifi. It's her fourth attempt, she's back in the throwing. Paula Barry in second place for Ireland. وكانت بين لي زاتليت هادو الرياضيين نسيمة صيفي هذه في هذا الملعب بدينا المشوار تاعنا. مالغري كيما نقولوا كانوا الامكانيات شويه على قد الحال، بصح درت خطوه اللي هي رحت بها العاصمه، ما قعدتش هنا في ميلا. المستوى تاعي وصلت لمرحله احترافيه ولازم اني نكون عندي كاع الامكانيات ونكون في موقع جيد باش نقدر نكمل المشوار تاعي. ومن ثم تنقلت ليكيب تاع جي اس بي في 2010، وكما كان الحال كي جيت لجي اس بي ديت الاستقرار. بون تنوضي الصباح تجوزي يومك عادي، راكي كيما انا في الصباح راني مع الابن تاعي، مع البيت، اعمال البيت، تحضير الغداء، يعني تحضري الوجبه تاعك تاع الغداء، راكي مع ابنك توجدي، يعني ككل امراه ربت بيت. نبدا يومي من الساعه 8 الساعه 12، يعني لازم نكمل الساعه 12 كل شيء، يعني 12 ونص لازم نكون في لا سيست، لانه لازم ناخذ او موا ساعه لا سيست باش نقدر نجي العشيه لونطريمون، يعني تدريب شاق نكون فيه تعب. التحضير البدني العام نحضروا، يعني نخدموا كل التمرينات، يعني التمرينات اون جينيرال، يعني نخدموا لونديرونس، نخدموا لا فيتيس، نخدموا لا فورس، نخدموا كل ما هو تحضير بدني عام شامل وكامل. كاش تسامح، يعني تدريب حاجة والدار حاجة والزوجة حاجة. الهدف هو اللي يعطيك يعني الحجم والكثافة، يعني الانتنسيتي تاع 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 البريباراسيون تاعك. ماما شربي حليبة، ماما دي حليبة، دي حليبة. خير. 2020 هي الحدث الرياضي العالمي اللي استناه كامل العالم، سواء رياضيين ولا متفرجين، يعني هو الألعاب الأولمبية والبارالمبية، واللي يتمنى أي رياضي أنه يوصل ويشارك وأنه يحقق نتيجة تاني، يعني طموح أي رياضي أنه يكون تما. وأنا أهدافي كانت مسطرة أني إن شاء الله
بقالهاش بقالها عام ان شاء الله، عندي بطوله عالميه ان شاء الله بعد شهر، يعني حتكون هذه البطوله هي مؤهله للالعاب البارالمبيه ان شاء الله 2020. على هذه لازم نحقق هذا العام، لازم نكون في مستوايا. ماسيرفي هي يعني شركه اللي نقدم لها بالمناسبه الشكر الكثير، لانها اهتمت برياضه ذوي الاحتياجات الخاصه وعرفت قيمه هذه الرياضه، لانه هذه الرياضه راهي في تطور كبير، وراهي يعني الناس العالم كل بدا يعرف واش معناتها رياضه ذوي الاحتياجات الخاصه. وانا فرحانه انه في الجزائر انا مستعرفوا برياضه ذوي الاحتياجات الخاصه، وماسيرفي يعني شركه واحده منهم اللي نقدموا لها الشكر الجزيل، لانها قدمت لنا يعني قدمت لنا امكانيات باش نقدروا نحققوا نتائج اكثر، يعني خاصه لما تكوني في تربصات، التربصات هما الاهم باش الرياضي يكون باش يقدر يحقق نتائج اكثر. يعني الانسان الحاجه اللي يحلم بها الرياضي انه يوصل منصه التتويج، وخاصه لما تكون ميداليه ذهبيه، لانه حيطلع العالم الجزائري. صدقيني لما يطلع العالم الجزائري تعرفي بلي راكي شعور لا يوصف، وصلتي لمرحله انك قدمتي كانك هديه كبيره تقدميها للجزائر، يعني كانه يعني تبيني تنعتي العالم كل بلي هناك بلد اسمه الجزائر، وهناك رايه جزائريه ترفع من بين 200 دوله، هذا شيء عظيم. الرياضة تقدم لك أنك تكوني سيريو في حياتك، لأنك مدوك مسؤولة على الشعب، مسؤولة على يعني باش تقدمي هذه النتائج أكيد حتكوني مسؤولة في حياتك وفي كل شيء. من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الأصحاء أنهم يقدروا يحققوا نتائج تاعهم، هو الإيمان بالقدرات تاعهم، خاصة يعني ذوي الاحتياجات الخاصة نقول لهم آمنوا بالقدرات تاعكم، مش غير في الرياضة يعني في كامل المجالات، لأنه بالإرادة تحقق المعجزات. ها؟